puisque Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc. Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des six jours. Alors, tout commence en 1965, on est لم يكن مدعوا لكنه كان أبرز الحاضرين يومها على أجندة الملك المغربي الراحل الحسن الثاني. العام 65 يتأهب الزعماء والقادة العرب لعقد ثالث أكبر قمة عربية بالدار البيضاء المغربية. القضية لا تحتمل التأجيل وجيش الكيان الصهيوني يزحف على فلسطين وصار مرتزقته من جحافل شتيرن والأرغون على مشارف حدود عديد الدول العربية. أياما قليلة وقبيل موعد انعقاد القمة فريقان من الشمباد والموساد التابعان لجهاز المخابرات الإسرائيلية يصلان إلى نفس الفندق المقرر أن يعقد فيه الزعماء العرب قمتهم. هنا تذكر عديد وسائل الإعلام بما فيها تلك الحليفة لنظام المخزن أن عناصر المخابرات الصهيونية اتخذت من الطابق الأخير مركزا للاتصالات السرية المهمة التجسس على مجريات أشغال القمة. لم يكن ذلك سوى بترخيص من ملك البلاد الذي كان مرتبكا ومتوجسا، وكذلك يكون حال كل من يقبل على الخيانة. لأجل ذلك تطوع الحسن الثاني بنفسه لنقل تفاصيل مجريات ما كان يدور خلف أسوار قاعة الاجتماع حرفيا. فور انتهاء القمة كانت التسجيلات قد طارت إلى عاصمة الكيان الصهيوني. هناك وظفت المعلومات توظيفا دقيقا. اندلعت حرب الأيام الستة وكانت النتيجة صادمة للعرب. جيوش عربية مكشوفة أمام الجيش الصهيوني ومزيدا من الأراضي المغتصبة. إنها وبكل ألم النكسة العربية، بطلاها وبكل بساطة شريد صهيوني سفاح وعميل مغربي. نكسة أوجعت العرب من المحيط إلى الخليج، فيما صار الحسن الثاني أو مفتاح إسرائيل كما يصفه الصهاينة أنفسهم بطلا بعمالته. حان وقت المكافأة، ولأن التاريخ سجل ويسجل أن العملاء والخونة يبيعون الغالي بأبخس الأثمان أو بلا مقابل حتى، وفي كثير من الأحيان فإن المكافأة الصهيونية لملك باع أمة بأكملها لم تخطر حتى على بال العدو. الساعة الرابعة عصرا العام 65، العاصمة باريس تزهو بنفسها كواحدة من عواصم الغرب الداعمة للحرية والانعتاق من الاستبداد. في واحد من أحياء المدينة كان يقطن المعارض المغربي المهدي بنبركة، واحد من أبرز رموز النضال الحقيقيين ضد الاستثمار الفرنسي وذي شعبية جارفة في المغرب ومعارض شريف لمخزنها. لم يكن بنبركة الغالي على قلوب المغربيين وأحرار العالم يعلم أنه مكافأة الموساد لمن تصفه عديد المراجع التاريخية بالخصم غير الشريف. تعددت إذن خيانات المخزن لذويه وذي القربى، وصار حكامه يجهرون بالسوء والعمالة. خيانات تنكشف بمرور الأيام وتسقط معها عديد الأقنعة، ولعل أسوأها تورط نظام المخزن في واحدة من أكبر جرائم التجسس اهتز على وقعها العالم، واهتزت معها علاقات المملكة بدول العالم، وما خفي أعظم.